الو، اهلا اهلا يا توفيق افندي. لا، البي لسه ما رجعش من رحله الصيد. الله، مالك؟ لا، الهانم بتفطر في الشرفه. ما انت عارف يا توفيق افندي ما اقدرش اقومها من على الفطار. ياه، للدرجه دي؟ الامر لله. خليك على التليفون. ما اديتلوش فرصه يتكلم، طلعت دفتر الشيكات وكتبت له شيك ورميته في وشه. بس على الله يلاقي رصيد في البنك. امال انا جاي لاختي حبيبتي ليه؟ وانا كمان بقول مش معقول عاصم اخويا يجيني من غير ما يكون عايز حاجه. بس المره دي لا، مش هدفع لك ولا مليم. ويرضيك اخوك يتفضح قدام الناس؟ بقول يا نازك، مدام عاصم بيف ورطه يصح برضو انك انت. باردون يا نينا، لا انت ولا ابنك فاهمين عاصم بيه ده زي. لا مؤاخذه يا هاني. في يا امام، عايز ايه؟ توفيق افندي السيد على التليفون. ليه ما قلتلوش ان سليم بيه مسافر؟ قلت له يا فندم، بس مصمم يكلم حضرتك، بيقول ان المساله خطيره قوي.